دهبيه فضايه، دهبيه فضايه، دهبيه فضايه، دهبيه دهبيه فضايه، دهبيه صبحك بالدهب فضايه، دهبيه صبحك بالدهب. شي برغوت؟ شو جاي يعمل هان البرغوت؟ ما البرغوت اوقات بفوت ومكين. انت مين؟ برغوت. كيف فت لهان؟ مثل ما فت البرغوت من الذهب والفضه. شو هاي حق؟ لا حاجه. شو محتاج؟ ارهن ارض بانسين. وضح. ارهن كرمتني وحكم امي. هدوني على قدرك، قالوا لي انه قدرك زعيم وتاجر لحم وغنم، وانك استاجرت استخانة السخان ببيروت وعم بتشغلها على حسابك. استاجرت الاستخانة تساعد السخان من جمهور هالبلد الحبيب، انما مهنتي الاساسية بتبقى تجارة اللحم. ايه ما الحل واحد، ما كله تجارة لحم. قلت لي امك مريضة؟ والله زايدة معها الزايدة والمصاري معي مش زايدة. شي لا ما لقيت بتدخل الا بالزايدة. أولك زيادتي ما أجرة العملية الزايدة بهالأيام زايدة، وعك تكون دقت فيها العملات الأجنبية. بتعرف الصياخ سعره زيت، الإدوية سعره زيت، أجرة إيد اللحم الفرنساوي زيت. اللحم الفرنساوي؟ قصدي يقول الحكيم الفرنساوي، بس لساني معود على اللحم. طيب وقداش بدك تلتزم عملية أمي؟ مجموزي يعني هبرة مع دهن. تنقول عظم اثنين، شق بالهين، زرابي اكل سبع دهبيات كتير. ليش يا ابني بقداش رطل اللحم؟ امك بتلزمها بعد العمليه باكثر من دهبيتين حق لحم تترجع لعافيتها. يعني لنقول امي بتوزن 20 رطل لحم ومعوكر، رطل اللحم باربع مجيديات، باربع مجيديات و20 برغوت. أربع مجديد وعشر لبكي هذي وعشرين بروت عم بدل نوم واحدة من نايل عم يطلعش أشي أربع دهبيت. شي عجيب، صار تصلح الإنسان أغلى من حقه. قلت لي جاي ترهن الكرمات ها؟ ايه بس يعني بدي قلك انه بعدن على اسم بيي. بدك تحولن على اسمك بالأول. شو حولن؟ ما بخاف بهالوقت تتحول امي على الأبدية. يعني انا كنت حابب ساعدك يا ابني، انما دفعت حق الاستخانه ومحشور وعندي وسقه غنى مو عندي الف. يا بيي شو في عندك؟ يا رب يا رب اعطينا ما عندك. عيب احدا يدن باشا، عيب ليش انت خلت عنده شيء. السلام على تاجرنا المنظم حديدين الباز. اهلا وسهلا اهلا وسهلا افاضل المستشارين ايه افندي، ان شاء الله قدومك يكون في خير. عرفت انه المامور فوطيفار عندك، جاي تبلغه انه المير بحاجه لعله فورا فورا. لك لك ما أنا بفرصة رياحة بمناسبة سخونة أمي. كيف 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 فرصة رياحة بمناسبة سخونة أمك؟ صحيح. عاطي بالك حضرة المستشار، يعني بدك تقول أنا مثل الهنود عم برتاح على فرشة من مسامير. الأوامر اخدك لعند افتخار الأماجد ميرنا فورا فورا. طيب على مهلك شوي. شو يا حديدان باشا بداش بدك تلزم عملية تنشيط أمي؟ ولك ارحمني بالسعر. أنا ما كنتش عارفك مأمور، بقد ما بتريد بقد ما بتريد بلاش كرمال عيون الأمارة. إذا كرمال عيون الأمارة بلاش بعد سخوني أرحم. الأليف يا ولاد كعرنوس الدرة، البي البي كنورج البيدر، التي كطنجرة الغمة، السي كالقدرة التي نسلق فيها حبوب البطاطا. مرحبا معلمنا أرسينيوس، فتحة للمعرفة. مين حضرتك ومن وين إلك حق تقاطعني أنا وعم بحضر دروس التلاميذ؟ ثم بالتالي شو بتريد؟ خلينا نبلش من الآخر. عمي مات. جاي تنعيني؟ جاي اتصرف بورطته. يعني جاي لأكتب لك معروض
بترك ثروته إلك حسب الإجراءات. بدك تقول شي منه عال. شو هي ثروته المتروكة؟ 7 أولاد. ورتك 7 أولاد؟ يا تيما او جاي لعندك بعد ما قالولي انه المرحوم بيك المعلم فرانسيس ورثك هالمدرسة. صحيح، مع انه مهنتي الاساسية هي تجارة الفخار. قصدك وجاي اتفق انا وياك على اولاد المرحوم حتى دخلهم بمدرستك. اولاد المرحوم عمك؟ ايه المرحوم عمي موصي نعلمهم القراية وانا نفذ وصيته. كم بريق عنده؟ بريق؟ عفوا، كم ولد؟ 4 أباريق صبيان و3 جرار بنيات. 7 قطع. 7 قطع، 7 قطع، 7 قطع بكلفوك 7 مجيدية. ولو كمعلم احسبهم فخار. ولك عمي شو هاي فخورة؟ لا مدرسة. معي 3 مجيديات. ولو 3 مجيديات ما بيشتروا لك معايجنة. ولك لشو المعايجنة؟ مع أمهم حطتهم وقت الخلقوا بالمعايجنة، وأنا جاي بدي أحطهم بالمدرسة هلأ. عليك السلام معلم أرسينس الشحرور، وعلي بلغ المأمور شمار أمر المير. مستشارنا التنح. المير طالبك فورا فورا. لك عمي ما أنا جاي سعر ولاد عمي بالمدرسة. الأمر خطير وعايزك بمهمة. كل ما اجى المعطر لا يرقص بينفخة الدف. الله يطول عمرك مولاني، يعني معاشي نعاش بهالبليد. على شوية كنت رح كب كيز على جسمي وأحرق حالي. وليش ما عملت هيك؟ الوقت اللي قررت فيه اني انتحر امغل الكيز. بهلوان بالكلمات يا مأمور فطيفار. ما تواخذنيش مولانا ومخدت راسني، كنت عم الزم امي لتاجر اللحم حديدين. إيه؟ ما قلت لك خدل عند حكيم العربي بوزردان. بوزردان قال انه مع نزلة صدرية في عنده برملزة خروع وبده ينفقه. كيف؟ ايه الشهر الماضي كان في عنده دكوجة ذات محدحد، قام مشى معها صفقة الهوي وبجمعة نفق الدكوجة. لهون وصلت التجارة ارواح الناس. ايه سبقتها السياسة يا مولاني، قلة المدفع كانت تقتل واحد اليوم بتقتل 20. الفخر عليك مولانا. لك شو قصتي؟ الفخر عليك مولانا والستر علي. وين كنت مأمور شمار؟ راجع عند المدرسة وكنت رايح بيع تيابي. تبيع تيابك؟ تعلم ولاد عمي المرحوم. لهالدرجة؟ لو بتعرف مولانا قديش صار العلم غالي. كانوا يعلموا الأبجدية بأمها وأبوها بمجدية، صار كل حرف بمفرد وبمجدية. قسمت التجارة الحروف؟ قسمت أكتر مولاني. وشو قسمت؟ قسمت البلاد. شو البلاد حروف أبجدية؟ لا حروف طائفية. هيك لعدلك ليب. ما بقى في شي بهالبلاد ليب. عفوا مولاني ما تنساش التجارة. فهمهم لشو استدعيناهن أو بعملهم فلق وبالحرق سنسفيل اللي ربون. للحقيقة زنبق جلالينا استدعاكم هالمرة تيكلفكم بمهمة جديدة من بعد نجاحكم بحل مشكلة الخطف الجمعة الماضية. ما يكن لكش فكر مولاني، ان شاء الله منكون عند حسن ظن زنبق جلاليني. ويعذرنا فرفحين مسكبنا اذا خبرناه عن الاسعار الوالعة. مش لازم تخبروا وتزعلوا سيادة المير، لازم تكون الاسعار والعة. امبارح شفت مرة عمالة تدفي ايديها على اسعار الرز. اسمه اسم سمايمي. هلق المهمة اللي بدو كلفكم فيها اجناب المير هالمرة كتير سهلة. بدكن تنقلوا ميت من استخانة بيروت على القصر. ننقل ميت؟ هذه نقطة مهمة كتير. ولا شو مستغربين؟ لا مش مستغربين مولاني، بس كنا ننقل من القصر إعاشة للأهالي ليعيشوا،
صرنا عم ننقل من عند الاهالي امويت ليندفنوا هون. انقلبت، كانت السلطه سلطه اعاشه، صارت جمعيه بساط رحمه. ايه ما يكن لكش فكر مولاني، في عنا خبره بنقل الامويت. السنه الماضيه مات جدي ودفني دفن مفتخر. ما يكونش لك فكر مولانا، الخبره مامنه. ما بدي خبرتكن بنقل الاموات، بدي خبرتكن بالنقلات احبال السياسي. من كل بد، وهيدي نقطه مهمه. دهقه للباز بتعرفوه؟ كيف ما بنعرفوش؟ ابضي الشوب. دهقه للباز مات. مش معقول، هلا بعدني جاي من عند عمه التاجر حديدان البيز وما خبرنيش انه مات. يمكن بعد ما عرف دهقه حاول يعمل قبضاي على عسكري، رقعوا الفارس نمر رقعه تركته مجروح، نقلوه على استخانة بيروت، واليوم تبلغنا انه مات. ايه الدنيا باطله. تشجع مولانا تشجع. وحتى ادارك الامور، انتو عارفين انه عائلة بتباز كبيرة ونقمة علي، حبيت امتص النقمة وقيم مقتم حافل للقتيل وادفنوا بالقصر مع الابطال حتى ارضي عائلته، ومنالن انه الفارس اللي قوص عليه رح نحاكمه ونحبسه. ايه فكرة ذكية، ابضاي يندفن مع الابطال، هي السياسة. ومهمتكم اكثر من هيك، خايف جناب مولانا المير من التاجر حديدان الباز يستغل الفرصة ويزيد الأسعار بصفته ماسك أكثر التجارات بالبلاد انتقاما للقتيل. شو فهمتوا؟ ايه مزبوط عم تحكي، لأنه إذا التاجر حديدان زاد الأسعار، التاجر أرسنينوس الشحرور اللي كامش التجارات الباقي كل اللي بده زاد. وبما أنه عائلة باز وعائلة الشحرور على خلاف قديم مستحكم، إذا ما صارت المنافسة بين العائلتين بالقواس والقتل، بتصير برفع الأسعار عن ناس مستغل القلايل بالبلاد. هلأ عرفت ليش التاجر حديدين زاد تكاليف العملية تاعت أمي، وهلأ عرفت ليش رسانديوس الشحرور زاد حق على المولاد عمي. بدي أعمل مثل ما عمل والي عكا لما علق التجار. بدي منكن تحذروا حديدين وشحرور من استغلال موت دهقل ورفع الأسعار عن الناس. بدي أحكم بالحديد والصوان. أيق قايد لعدك أيق. سلم المأمور فطيفار والمأمور شمار 4 كياس إيجار المقتم والنقليات وأكلاف الأستخانة. بدي منكن يكون جناز مطنطن من بيروت عبيت الدين. كرمال عيونك، مش بس من بيروت لبيت الدين، جناز بكل البلاد. مولاني حزن شامل على موت أبضاي، ونوبت القرن الدق، وبغال عربيات الموتى ترقص يا هوايدلا. رح نعمل له جناز رسمي بينلعبش فيه، جنيز بيتمناه كل زعيم. مرحبا يا شايبين. اهلا وسهلا بحضرة المأمور. شو لك لل الحلو هذا لمين؟ للي بموت. ايه والله استحليته. ما بينعز عنك. لك وصيلي على 10 أكلال من القياس الكبير. ليش مات حدين؟ ايه اكتر من حدي. شي حاكم دار؟ اكتر. شي حاكم؟ اكتر. شي مير؟ اكتر. اكتر من مير؟ مير ما في حدا. في مين؟ المحدي. ما حدا. والمحدي ميت. والمحدا بيموت؟ ميت. ومين هالمحدا؟ الحكم. شي لو خلع الحكم بيموت؟ لما القبضايات بتعيش. معك حق معك حق. كموش هالليدي وأيد دال في تورا. لك نشوف. 10 أكلال من القياس الكبير، عربية بأربع أحصنة لدفن الموتى، 4 بغال. أربعة بغال عم تكتب؟ معلوم معلوم. تكتب ندبتين.
نوبة الشويفيت بقيادة طبال الدار شهيد بشرابي. جاز لعيبة سافو ترس مع رقصة حدير. رقصة حدير. نعش الويس الرابع عشر. نعش الويس الرابع عشر. وبأربع مجيديات ونص غني على مقام الفراق لمطربة الأقدود الحلبية نرجس الزحلوية. شه لك شو جناتي حضرة المأمور؟ بك إسا غلّا يموت ويتبحبح. ايه بس هيك طلعة ما بطليق إلا لأمير. ايه ما اللي ميت عزمتوا الإمارة على الدفن. شه لك الدفن عندكم حفلة تكريم أنصال؟ أكيد احجوز البغال كلها وإلغي عربيات النقل وإلغي تنقلات الركيب. انتقل إلى رحمته تعالى ببلادني أبداي. هون أستخانة السخان. وينكن يوه؟ شو بتريد؟ قداش بتكلف الموت عندكم؟ بتكلف شهقة أخ من هالحالة. مهجة نفوس. أهلا وسهلا فيك بالأستخانة يا مأمور. ولك شو جابك لهون؟ اختارني حكيم الفرنساوي حتى ساعده بما أني بعرف شوية وي ونو. هلأ الوي والنو بيوصفوا بالأستخانة؟ ايه وأوقات بيوصفوا بالدوبين وبعينوا بالحكام وأوقات بتوجوا أمرا. وكله على الوي وعلى النو؟ وأوقات على الياس والقرايت. بدك تقولي يعني بلاد صيب راكب. يا طالعة ويا نازلة ويا نازلة ويا طالعة والخشب مركزة عكتافنا. شمار هيك حجزت عربية الدفن لمدة يومين، إذا في عندك حدا بدك تبيض وجهك معه فيك توصله على الأبدية ببلاش. سلم بالأول على مهجة النفوس. سلم. أهلا وسهلا فيك يا مأمور. نقطة مهمة كتير، يعني شايف قدامي ملاك لابس أبيض أو مهجة النفوس اللي ساعدتنا بمسألة الخطف. ولك إيه إيه مهجة النفوس وكافوتيفار اللي ساعدتنا بمسألة الخطف. شو عم تعمل يا هون؟ عم اخطف أرواح على السما. عم بتحكمي؟ إيه وحب شكك شي إبري. يا ريت. نقطة مهمة كتير، الواحد يسخن له عندك شي شهرين ثلاثة وينشق له كم إبري على القصور وترتفع حرارته هيك وتاخدي له حرارته. يا سلام على الحرارة مهجة نفوس وعلى كياس مية السخنة وعلى الدنيا على هالدنيا هذي اللي بيقضي الواحد فيها حياته عم بينافق بالسياسة ويشقى ويتعب وناسي انه اخرتها مليك رح يخطف له روحه. وهلا انتوا بالازدخينه شو جايين تعملوا؟ ايه نقطه مهمه كتير، فقلت لها شو جايين نعملوا هنا؟ يقطع الموت. انا بس شوف مهجة نفوس ما بعدش اتذكر غير اني خالد بهالدنيا. جايين لننقل من عندكم جثة دهكة للبيز لأنه المير عازمه على الصيفية بمقابر بتدين. عازم مرحوم على الصيفية؟ ايه يعني بده يكرم عائلته بما أنه كان زعيم عائلته هو، يعني فبمناسبة قدوم فصل الصيف يعني عرفت كيف عازمه هو على المقابر الصيفية. بس بعدين إذا حب يرضي عائلته أكتر ممكن يكرموا أكتر وبمناسبة فصل الشتاء ينقلوا على المقابر الشتوية. غريب أمركم، مأمير البير وساخرين من الأوامر. شوفي لنا حساب الأستخانة تندفع، أعطانا المير أربع أكياس، مشوار أبدي على حساب المير. أولاً مين قال للمير إنه دهق للبيز مات؟ ما ماتش؟ صحيح غاب عن الوعي مبارح بس رجع انتعش وعاش وخبرني الحكيم الفرنساوي انه الامل ضعيف بموته. هلا دهقل ما مات؟ تروق ع بكره طاستين شوربه وصحن مخلوطه ومرتبين تين مطبوخ. نقطه مهمه كتير، معلومات غلط. وكيف قالوا لنا مات؟ يمكن كان عم يعمل تجربة. ايه ما هو حسبه ما بتصير يعني. فوت اسألي لنا ايه معزمين من بيت الدين لهون. بك ما عم بتقلك ما ماتش، ما صدقه ما ماتش بس امي اللي عم بتموت.
امك؟ ايه تركتها عم بتموت ومش معيش مصاري اعمل لها عملية، تركتها عم تتوجع، نقل ميت بكلف 4 كيس وشريت حياة امي بكيس. طيب انا مطرحك بدفع من ال4 كيس. كيف؟ ما المصريات للمرحوم والمرحوم ما ماتش. المير خايف موت زعيم يزعزع حكمه، والمفروض حكمه يعزز الناس العايشين لا يدعم حكمه. كلام كنز، وانا كمان بحاجه لكيس تدخل اولاد عمي المرحوم على المدرسه. طيب نقطه مهمه كتير، بس اذا رجعنا لعند المير وقلنا له انه ما ماتش، ما بيقلنا وين المصريات؟ قلوا له مال تعزيز الاموات عززنا حياه الاحياء. ايه دي نقطة مهمة كتير. او من هلا ليموت الميت بيعيش العايش. وانا مستعد ساعدكم. دخلك يا رب، تطول بحياة الزعيم دهول يا رب. ايش مار؟ ايش سبقني وظهر الحمار ونفذ الغبرة عنه وحميه على المشي. ايه يلا. الظاهر حمارك اخر موضة يا مأمور. ايه أيمتن راح يصير في إلنا حمار واحد؟ صار إلي من عبكرة برقب هالدرب، ولكن موكب جناز الدهق الباز يعرف يطل فإنزل استقبله برأس الضيعة. مولانا بيأسفني بلغك، الأوضاع بالبلاد كتير مش هوشرة. بالرغم من الخطوة اللي اتخذناها لتكريم الميت، الجمود مسيطر على البلاد وكل شيء واقف والناس خايفة ومش عارفة شو بده يصير. لو أنهينا مراسم الدفن على الطريقة اللي مقررينها لم تصينا النقمة بسرعة. تأخير المقابير شغل لي بالي. الإشاعات مملية البلد مولانا، وبلشت تنقطع بعض المواد من عند التجار، مش عارفين شو بده يصير. وبتباز تحركوا بعد؟ انما موقفهم غامض ومثير للشكوك، خايفين اذا تحركوا ضد حكمك تساند حكمك عائلة الشحرور. اياها بلاد ميزان، والحاكم لازم يكون ابرة هالميزان السداية اللي لا بتميل لصوب العدل ولا صوب الباطل. الموقف في خطر مولانا. ايه والامير ما بيروحوا لمطرحه بيعرفوا يرجعوا بالهين، فرجيهم لقصف اعمارهم. كل اخضر بيصير سجاد المولانا المير. شو الاخبار يا تل؟ الاخبار مفرخه اخضر اليوم. فسر. اشاعات بتقول انه دهقل البيز رجع عيش. لا يا ابو برايسلا، لا كيف رجع عيش؟ لك شو هالفوضى، بيعيش عكس الاوامر وبيموت عكس الاوامر. خبريه اكيده يعني؟ مش اكيده على الحركروك، انما على الحمقمق. مكريلي راجعين من بيروت خبروا. هلا بدنا نمشي على سياسي واقفه على الحركروك وعلى الحمقمق. بسيطه مولانا، مشوار فارس قادرين نتحقق بسرعه. يا تنح، تنح بايدك رمح، تنحر صوب بيروت وما ترجع الا ومعك الخبر الصحيح. ما يصح الا عزك مولانا. هلق عرفت مولانا سبب خوف الناس وتحفظ التجار وغلى الأسعار، مترقبين الحدث بموت دهقل. صاير هالحكم مثل الرجال المخدوع بخلف أولاد بالمراسلة. غلت شيرة الغنم عملت 5 كياس، وغلت أستخينة السخان عملت 7 كياس. صبحك بالغلة، والله يبارك الغلة. مين؟ المأمور فطيفار. طمني ان شاء الله موفي معك. مأمور فطيفار؟ شو قصتك؟ جيتك من يومين بخصوص سخونة امي. سخونة امك؟ لك يا اخي ما بضيعش وجه بيشبه المجيدية الممسوحة. شو قصتك؟ عرفتك. بيسعدني كتير انك تكون عرفتني، وبيخجلني اسألك يعني عن سعر عملية الزايدة بهالايام. يا مأمور دينار. فطيفار تاجرنا، فطيفار. عفوا عفوا فطيفار. بده يكون انك انت يعني متأثر بايام علي بابا والأربعين حرامي، بهديك الايام كانوا يسموه دينار. وكذلك انا بحب مطالعة هالنوع من القصص. ايه في عندي قصة حرامي طبع البصرة،
بدي مرق لك ايه. شكرا شكرا على كلامك. تقرا ايه اللي قديش صار سعر عمليه الزيدي؟ عمليه الزيدي انت بتعرف صعوبه الاحوال وتردي الاوضاع العالميه وغلى الغنم والعلف واجره ايد الحكيم الفرنساوي والزرابي واحوال البلد. يا الله ينجينا. لهذه الاسباب سالت اجره العمليات الجراحيه الطاقين. شو عم تحكي؟ لكن يال اللي بيمرض اليوم اليوم احسن من بكره. طبعا. طيب وبرايك يعني شو لازم امرض لاستلحق حالي؟ اذا ما كنت عامل عمليه الافتاء اعملها اليوم بتوفر. شو بركي ما عشفتها. بكره بده يصير معك وين بدك تهرب. هذا نقطه مهمه. الافتاء مرض العصر. زيدت امك زيدت من يومين لليوم كيس صارت كيسين. تجرنا حديدين. ما تطلب مني ارهن لك الكرمات. ما تطلب مني. لا 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 مش راح بطلب منك شيء. بس انا باسم الشعب المسروق والمغلوب على امره راح ارهنك جزي وافقعك مع عروض مطنطن. شو عم بتقول؟ والكيسان اللي طلبتم مني اجرة العملية راح بعطيك اياهن. يا مأمور دينار. الدينار اللي عودته يزل اسمك لتجمعه اتعودت بمأموريتي زله تارفع اسم مأموريتي. ما تفهمنيش غلط، عملية امك ببلاش. لا يا خيي لما بتفع الكيسان هدي هي واحد وهي اثنين، لما بدفع الكيسان بحس ساعتها انها ببلاش. الك مني خروف هديه. ولا شو الخروف والجب متلين البليد بكل زاويه. هيدي اهانه وانت عارف انه ابن خيي صاب رصاص السلطه وانا حاليا زعيم العائله. شو قصد السلطه تحارب الزعمه؟ انا بعرف انك زعيم ولو ما كنتش تاجر ما عملتش زعيم، ولو ما كنتش زعيم ما صرتش تاجر. بالنهار تاجر على الغنم والناس وبالليل زعيم على الناس الغنم. ابن بوليبا مجيديتين، ابن جهشين مجيدي ونص، ابن رفقة مجيدية. العوافي معلم برسانيوس. عوافي. هلأ صاروا أسامي تلاميذك على رقم المجيديات اللي بيدفعوها؟ عندي كله احسبات الدوبيا، الاسامي احيانا بتتشابه ما بيبقى الا الارقام. اسمعك بدهم يطلعوا تفادر نفوس على الارقام. معقوله؟ لك قليل ما الارقام مزدهرة بالبلاد. ضروري تزدهر. صار الرقم افضل من الحرف. قبل ما تسال الواحد شو اسمه بتسال قديش بتربح منه. مش لهالدرجه. طلبت مني 7 مجيديات تدخل لي ولاد عمي على المدرسة. جاي وجايب لك معي 7 مجيديات. 7 مجيديات؟ الكل ولد مجيدية. هزمان الأول حول. 7 ولاد صاروا يكلفوك كيسين. ولو كيسين بيساعون. دكوشة الفخار صار حق بشلك. ألفية الفخار صار حق نص بشلك. شو بعد بتعمل المجيدية يا حسرة؟ ما بتعلم السعدين يرقص؟ هيك لكن معلوم رطل البرقروق صار حقه مجيدية. لك ليش العلم صار بالرطل؟ ما كله لاحق بعضه. لك الواوية لاحقين الدجاج والبسيني لاحق الفارة وتجارنا لاحقين المعترين ومدرسنا لاحقين جراوي الأرانب. ما بسمح لك تقول هالكلام بحضرتي. بدك تسمح لي افقعك جزا تلاعب بأسعار التلاميذ. عطيعة لهون وصلنا؟ لك إذا ما وصلتش لهون مش رح نعرف لوين بدك توصل. ادفع مثل ما بتريد يا مأمور. هلا بدي ادفع قد ما بتريد انت، بس بدي اعمل مثل ما بدها الناس المعطرة. طيب شو بعمل لك اذا موت دهق للبيز خض الاوضاع وغلى الاسعار؟ لك على القليل انطروا تيموت وغلوا الاسعار. ما هو مات. لك لا ما مات. صدقني مات. ولك كل شي صار ميت قبل ما يموت لانه القوة يلي لازم تحمي حياة الناس غلبتها القوة اللي عم تمص دم الناس. بكل اوتار الربابة وبكل مويل الحزن وقصايد الغروب وبموسيقى نوبة شوي فات بخبرك انه دهق للبيز بوز عهديني وميت. ميت؟ قلتلك اني بتأمنلوش.
يلا الله يوفقه. بس شو بنعمل يعني؟ مات بغياب الحكيم، كنت انا حده، شجعته على الحياة ما تشجع. كان زعيم مشهور، ها؟ قول كل المشاهير عم بيموتوا بهالبلاد. ايه نقطة مهمة. المير بشير الكبير مات. الشاعر بطرس قدي مات. الفيلسوف كرامي مات. دهقل اليازجي مات. العدل مات. صحيح دهقل مات. ان شاء الله تكون وارد عمره. لو بقي شيء من عمره كان يستعمله هو، يا ريت لو ورثنا مصرياته افضل. شو بدنا نعمل؟ شو بده يصير بالبلاد؟ يا بي رحنا صرفنا مصريات كلهم، اذا شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نقله للنار؟ ربحنا مصريات ما قطشوا لها الزايده لامي. وانا صرفت المصريات على مدرسه اولاد عمي. وضروري تتكلفوا تنقلوه على القصر بعربيه خيل سكارسه باربع احصنه. هيك المير امرنا. امركم تنقلوه على القصر، انقلوه باتقل التكاليف، وبدل ما تستأجروا له عربية خيل بأربع أحصنة نقلوه بالراكب مثل أي راكب عادي. ايه ميت رسمة مننقله من بيروت على الدار بالراكب؟ مش أحسن ما يركب الموت أمك ويشرد ولاد عمك اليتم؟ هيك معك حق يعني، بس جنازة بالراكب. الميت ميت ونصرفوا المصريات. قولوا للمير الفقيد هيك وصى. ايه ايه دي نقطة مهمة، الفقيد هيك وصى بالتقشف. وانا بصفتي الممرضه مستعده اشهد على وصيه. قولك يا عمي بنت ذكيه بكفي عطوراتها بتفلفل بنخير. ايه لك انا لازم اروح الغي الحجز لاني وصيت له على عربيه رخمه بمقصه طراية. يلا يلا نلغي وشوف بده يصير. دهقة للبيز مولينا مات. أكيد مات؟ خبروني بالأستخانة. خايف تكون مؤامرة. المؤامرة مولانا يلي عم يعدوها ضدك التجار. كيف؟ المأمور فطيفار والمأمور شمار راحوا فقعوا جزا لحديدين البيز ولا أرسانيوس الشحرور، فثاروا اثنين ضدك. لك ما أرسانيوس الشحرور معنا. وبالرغم من هيك فقعوا جزا. والتجار رفعوا الأسعار انكي، وبعض زعماء المناطق اللي ضدك بلش تحرض الشعب ليعمل همروجات ظاهرية ضد الغلاء وسريا ضد حكمك. يا الله يا الله، كل ما بعتها الامير ليحلوا مشكلة بيزيدوا وتعقيد. تفضل هلا شو بدنا نعمل للحلحلة مولانا؟ لازم نرضي بيت البيز. لك ما التزمنا نتفلوا للمرحوم الله لا يرحمه أحسابنا. طيب ولازم نرضي بيت الشحرور كمان. ما رح ارضي حدا. وكيف مولانا؟ بدي اعمل مثل ما عمل يوسف باشا والي الشام لما تقتلوا التجار، هددهم باوخم العوائب وقال لهم كل ما عليتوا السعر مرغوط كل ما علقت واحد منكم. معلوم مولانا. ايه كل تعليه مرغوط التعليه على المشنى. بس الاوضاع بالبلاد مضطربه مولانا. ايه قايق لحد لك لايق. روح لقلك نبههم واحد واحد اتفرجيهم. امر تنح تنح بإيدك روح. الأمير اللي راحوا لينقلوا المرحوم الله لا يرحمه بكونوا جايين بوفد مطنطن. بلغ أهل الفقيد وعزموا نوبة الشوير وزينوا دروب القصر كله بالأسود وطلع فرمان يلزم الجميع يلبسوا أسود، وكل واحد عنده جيش بيضة بيفلت اليوم من الإن فقعوا جزا. أمرك مولينا. أنا بدي شوف يا أنا بل بلد حاكم ضيان يا بتروحني اول شدوية. شايبين الغيلنا نوبة الشوافات اللي وصيناك عليه. والغيلنا الاكاليل. لا ليش ما عاد مثل ميت؟ ميت يعني بس موت بتحرزش. والغيلنا الندابي ارشلوز والندابي صابات. وغيرنا نعش الوس الرابع عشر بنعش شغل اشقاش بودرغام. يا قطيع. لك شايبين الميت كان ينام على تخت الوس الرابع عشر ميت، ما هسه لازم نومته تتغير. يا عمي لك كيف الحكي؟ ولك ايه الزعيم بيعيش على الموضة الأجنبية بس دايما بيموت على الموضة الوطنية. شايبين العربية ام اربع احسنة الغيها. بطلتوا تنقلوا المرحوم؟ يا خي يسوينا ما يسويه. بدنا ننقله بالنفر. يا حبيبي بدكم تنقلوا الميت مع عربية الركاب؟ شايبين الميت مش افضل من الطيب. احجز لنا ثلاث ركاب، اثنين عايشين وواحد ميت. لك يا جماعة طيب الميت
الميت بيقدر يطلع وينزل ويقعد حد الركاب لك لك على هالحق لك يا شايبين ان احنا بنقدر نهديه واذا اضطريني بنحمله وهذا ميت لا بيتعاطى مع حدا ولا بيضايق حدا ولا بيتحركش بحرمه يعني ميت بدك تقول مهذب اكثر من الطيبين لا يا خي لا لا هيدا الشيء ما بيصير لا بده يصير ونحن مقامير ونعرف اكثر ولك ما باقي معنا الا اجره نقل 3 انفار اذا هيك ماشي الحال العربيه بتساح 5 ركاب عندي ركبان او نحن 3 ركاب اكتملوا الطلب بس شوف اذا الركاب وافقوا يسافروا مع ميت انا شخصيا ما عندي مانع شمار وكيف بدنا نقنعهم لك الحقني الله مع العرسين مع الداعي المأمور فوتيفار او شومار انتو عرسان الله يعني مسافرين تعملوا شهر العسل وبات الدين او بدير القمر ما فيش فرق عريس مبارك والله يطعمكن عريس يا رب بيسعدنا رفقتكم ايه والله مثل ما بظن غراضكن هل بيشتنوا الصحارة عال نحن غراضنا ميت ايه الله يرحم اميتكن يا رب ويطعمكن عريس وميتنا خفيف الوزن وهو كتير مهضوم وخفيف الدم ابيزعجش ابدا علي جون ايش يا تفاحة رايحين نعمل شهر العسل بعرف مين دفن الموتى لا لا تنخعيش رؤي عروس ليكم الانسان معرض للموت ولا الزواج يعني شو يعني بدكم تطولوا بالكم الله يخلينا وشو فيها اذا كان عرسكم كان مهيب بعدين بتعرفوا الميت مع العرس بيعطي هيك صفه رسميه واحترام لشهر العسل لك يا جماعه اذا نقزت العروس عشوفت الميت تكفلوا لي ترجع تخلف لي ولاد خلف لك ولاد لك لك على هالحكي لا لك اسه مع السلطه هي متكفله بعطل وضرر تدفع لكل المهمات هذه ولك لازم تعود العروس على الجرأة يا حيف عليك يوه لك شو يابا وصرنا هالميت منحزمه على ترابزين عربية الخيل من ورا ولا شو ايه ممنونين كن منحلي لك احزمه وزين العربية بشرايط اسود وابيض زويج وموت ايه فرح وحزن لهذا الوطن اجمعكم يا حضرات التجار انتو 3/4 التجارة وبالرغم من الخلافات المستحكمة بالبلاد وخاصة بين التاجر حديدين الباز وحضرة التاجر إرسانيوس باشا اقبلتوا نجتمع لنبحث بأمر التجارة احتاج لدم وجيه عائلتنا ده الباث احتاج للجزاءات اللي كتبوها بحقنا الامير هلق جاي احتاج عليكم بامر من المير لانكم خليتوا الاسعار بتحتاجوا علي اكرر واكرر الاحتجاج لمقتل الاباباي ده الباث يا جماعه ما انتوا نفسكم كنتوا تطلبوا من الدوله انه تخلصكم من القبضيات وخصوصا من دهقل انا ضد القبضيات اللي بتحد من حرية الازدهار وحرية التجارة عم تشمت بالموت؟ أنا قلت ضد القبضية يا جماعة روقوا شوي يلا جماعتكم السلطة حتى لي تحتج عليكم ضيعتوا الاحتجاج بالاختلاف؟ بسبب القلائل وأوضاع البلاد المضطربة ما عدنا قادرين نأمن على الأيدي العاملة من ناحيتي مجبور زوج وأنا كمان بسبب الأوضاع غير المستقرة مجبور زوج يا حضرة التجار انتم مختلفين على كل شيء ومتفقين بس على الزيادة اظن متفقين كمان انه يكون لك حلوينتك انا موافق يا حضرة المأمور موافق على العموم المير قرر يدفن دهقل البيز بمأتم رسمي انا احتج لا ما كان لكش فكر يا حضرة التاجر إرسانيوس باشا بكرا لما بيموت وجيه من عائلتكم الدولة مش رح تخلي عليها 6 و6 مكرر على العموم نحن كتجار نطلب تسمحوا لنا بالحرية يعني حرية الربح؟ إلنا وإلك ياك يا جماعة عملوا مثل ما بدكم ارفعوا مثل ما بدكم بس الشعب ما يرفعش صوته صحيح المير حاكم هالبلاد بس أي حاكم ما بيقدر يحكم الشعب الجيعان مولانا المير وصل المأمور فوتيفار والمأمور شومار عظيم دقت استقبال للأبطال الجماهير المحتشدة بباحث القصر وأهل الفقيد وموسيقى النوبة وأنا شخصيا بحي وصولكن وبحي معكن نعش الفقيد البطل دهق للباس بس مولانا الناس اللي ناطرة برا والجماهير وأهل الفقيد اتفاجئوا بعربية عرس بدون الجثة
عربية عز؟ أنا هلا العفو مولاي. وين الجثة؟ ما يعني افتخارك عارف انه الطريق يعني كلها كويع وجوار، وكنا معلقين الجثة على طرابزين العربية، بدها تكون وقعت لها على شي كوع ونزلت تحت شي حفة. وما عرفنا غير لما وصلنا قدام قصرك وقدموا الخزمات شي ليحملوا النعش. نعم، وتفاجأنا بعريس وعروس. فضيحة فضيحة، مصيبة فوق مصيبة. يا تنع يا تنع، راحت السلطة لتكرم الميت بعد لتوش هجشلته على الطرقات. عفوا مولاني، يعني الحقيقة ما كانش لازم السلطة تتدخل. مصيبة، وقعتوني بمصيبة، بكرة راح يتهموا حكمي بشرشحة الأموات. عفوا مولاني، ما تزعلش إذا تشرشحوا الأموات، ما اللي عايشين عمال يتشرشحوا أكتر. ودهقل الباز اتكرم كونه مات مرة واحدة، في ناس كتير ميتين هني وعايشين. لك اسكت المياه، وقعتوني بالمصيبة وعم تحاولوا تهونوا علي. مولانا، إذا رجال حكمك ضيع وميت شو فيها؟ بس إذا ضيع وقاتل فيها كل شيء. لكن الهزمون هزمني، الهزمني بيتكون. ولا قلتلكم جيبوه بعربية خيل، قلتلكم جيبوه مأكم حافل، بتجيبوه بحصن بعربية عرس. احتفال مزدوج مولانا، قصدنا نزيد التكريم مثل ما أمرتنا. بعد مولاني، يعني نحن صدقني دفعنا للعرس والعروس لقبلوا انهم يعملوا شهر عسل معمية. طيب يا تعطيرك يا مير، يا تعطيرك يا مير. أقولك شو بده يصير كتن مولانا؟ المفروض نستدرك الامر ونعلن عن جائزي لكل واحد بيلاقي الجثه. ايه مفروض طبعا، حتى على القليل نهدي عائله القتيل والناس اللي اجوا يستقبلوه. اذا بدك مولاني برجع انا بفتش عليه. تنح بايدك، لمح اصدار فرمان هلا 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 بتكي، واعلن عن جائزي كل مين بيلاقي الميت على خط بيروت بيت الدين. امرك ينفذ مولانا. يلا، وانتو انتو رغم كل شيء، بما انكم انهيتوا عملية الخطف جمعة الماضي، رح بعطيكم فرصة اخيرة يوم كامل حتى تلاقوا الميت اللي ضيعتوه، او بعلقكم بالمقلوب. مفهوم؟ مفهوم 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 مولانا، اخذها مني. اشتقنا. كيف حالكم؟ المير حالني. حالنا على الاعدام. حالكن على الاعدام او حالكن علي؟ جايين لعندك وقلبنا محروق. مشوي على نارين، موقت السياسي وفحم من الغراء. حرام قلبكم حرام. ومنفضل يعني انه ينشوى على الغرام احلم ما ينشوى على السياسي. لا 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 لا، ملا مصيبة. ايه، وجايين نقدم لك قلبينا مشويين. ايه، استنى تروح جيب من المعجن رغيف. لا لا، ما القلب بينشرق مثل ما بتنشرق البيضة برشت. اتفضلوا بيضوا وخبروني شو بدكن. ايه، هيدي نقطة مهمة. ايه، ضيعنا جثة المرحوم على طريق بيروت بيت الدين. ايه، وين ضيعتوها؟ جوات القصر او برات القصر؟ هيك ما بنعرف. لا، انا بعتقد برا. ومعقول تكون جوا؟ انا عم اقول برا. ولك جوا او برا ضاع. صحيح، المرحوم مرحوم واللي ضايع ضايع، جوات القصر وبرات القصر. ايه، وهذه كمان نقطة مهمة، بس المشكلة انه المير عطانا مهلة نهار واحد، اذا ما لقيناش الجثة بده يعلقني. ايه، وفتشنا عليها على كل الكواع وعلى كل الشوارات وما لقيناه. انا بعرف وين المرحوم. وين؟ وين دخلك؟ المرحوم مسروق. مسروق؟ نقطة مهمة كتير. يا عمي، معقولة حدا يسرق جثة زعيم مرحوم؟ ايه، ده قد ما سرق ناس بحياته، عرفت كيف؟ قاموا سرقوه بحكم العادة. أنا رح خلصكن من حكم الإعدام. كيف؟ دخلك كيف؟ ما بتحبوني؟ موت اختنيق. إذا نفذوا مثل ما بقلكن ونادوا معي يحيى النفاق بالسياسة. يحيى النفاق. كان بدي بهالعلقة.
كان احسن لي ابقى بتحوطي عامل بطخين. بدي اعمل مير قال. الله يجزيك يا عنصر الانجليز. مولانا ابيك فيك فخر انك حققت اشياء كتيري للشعب. درجت نظام الاعاشة وخصصت لك البيت رطلين طحين، وبعدين اشياء كتير عملتها منيحة مولانا. ايه ورغم هالشي ما قادر هد الزعمة. الزعمة قلن اطماع، انما الشعب معك. خبرني شو عملت مع التجار؟ التجار مولانا متقاتلين عائليا ومتفاهمين تجاريا. ايه بس ما يتفاهموا عائليا بيضايروا حكمي. واللي اثارهم اكتر شيء هو الجزوات اللي كتبوها بحقهم المأمور فوطيفار والمأمور شمع. كتبوا بحقهم جزوات؟ ايه نعم، وانا وعدتهم الغيه. الله يخرب بيتهم هالامير فوطيفار، والله يخرب بيتهم كيف بيتصرفوا، مدري مجانين مدري اذكياء. مجد على اميرنا وطربون الحبا. الوضع خطير مش هيك؟ اختفاء جثة الزعيم دهق الباز ولدت نقمة عرمي ووحدت العائلتين، عائلة بيت الشحرور وعائلة بيت الباز، ومالت الدفة ضد حكمك. هيدا وكله الامير فوطيفار وشومار راحوا ليفتشوا على المرحوم الله لا يرحمه، بعدوا لحد هلا ما رجعوا. عفوا مولانا، المفروض يرجعوا عشية. ليش بعد في وقت العشية؟ يعني شي 4 ساعات. بعد 4 ساعات اذا ما رجعوا ومرجعين معهم اللي ضيعوه راح تضيع الكرسي من تحت مني، وراح تضيع البلاد بالفوضى، وراح يضيع الباطل الحق. حكمك وحده الحق مولانا. تمسيح جوخ، الكرسي بلشت تحت مني تلق. عائلتنا اعلنت الصلح مع عائلة الشحرور واتخذنا موقف موحد بالنسبة لحكم المير. تجرنا حديدين، أنا مش جاي بصفتي مأمور المير، أنا جاي مشان أمي. كنا ساكتين عنك بصفتك مأمور السلطة، بدك تدفع الزيادة اللي بيدفعوها كل الناس، 4 دهبيات. بتزيد الأجرة من دفعة لدفعة. إن كان فكرة تفقعني جزا جري. يا مش عبال حكي، أنا أفقعك جزي، أنا كنت جاي بمأمورية وقلت بمرق بطل على أمي، بركي سرقوها من الاستخانة. سرقوها؟ مين بده يسرقها؟ ايه معكش خبر، ما تبين لنا بعد التحريات انه جثة ابن عائلتكم دهك للبيز انسرقت على طريق بيروت ما تدين. كيف؟ ايه ما باعتباره المرحوم كان يتعاطى سياسي، خطفته عائلة الشحرور تتقلب سياسة عائلتكم على المير وتوحد سياسة عائلتكم مع سياستهم. معقولة؟ ايه بعدين هلا المير لو ما كانتش نيته صافي بتكرم عائلتكم عن طريق المرحوم ما كانش دعا لمقتم رسمي. بتصير؟ صارت اسا. بعدين عائلة الشحرور قالت بنضرب عصفوران بحجر واحد. وانت كيف عرفت بالسرقة؟ لك الحكي، قال كيف عرفت؟ ما انا اللي كنت ناقل المرحوم على عربية الخال وشكت باتنين من عائلة الشحرور. إذا كان كلامك صحيح بيكون اتفاقنا مع عائلة الشحرور باطل، وفورا بنعلن تأييدنا لحكم المير. بلغ إن نحن ضد المير، اتفقت عائلتنا مع بيت البيز. أنا مش جاي اتعاطى السياسة، جاي اسألك عن أولاد عمي اللي حطيتهم عندك بالمدرسة. ارتفعت أتعيب العلم، عليك 4 مجيريات، اتفضل ادفعهم أو خذ أولاد عمك معك. على عموم الأحوال منا هادية، يمكن شيلهم من المدرسة. شو عرفك الأحوال منا هادية؟ بصفة المأمورية من بعد ما حققت بسرقة جثة المرحوم دهق للباز خفت. شو خوفك؟ اتبين لي بما لا يقبل الشك إنه عائلة بيت الباز هي يلي سرقت جثة المرحوم دهقل حتى تستلم حكم البلاد. معقولة؟ لك ايه عملية ذكية، يا رب تنجينا يا رب تنجينا. خبرني خبرني كيف. اولا هيك من ورا هالعملة بيربحوا عيلتكم، وثانيا من بعد ما يربحوا عيلتكم بيقووا وبيستلموا الحكم، ومن بعد ما يستلموا الحكم بيتهموكم بسرقة الجثة. شو اثباتك؟ ابتدوا من اليوم يتهموكم. سامع شي بالسر من هالمعنى؟ ما انا كنت ناقل المرحوم وبعرف مين سرق الجثة، 2 من قرايبه. اذا هيك رح ادعي انصارنا لاجتماع سريع ونأيد المير. يا رب
يا رب دخلك تنور لي عقلي، يا رب تقل لي شو بدي اعمل. نظر علي يا رب، خلصني من هالوحلة وبقدم لكل عائلة فقيرة رات الطحين. يا رب دخلك قل لي شو بدي اعمل. زعمك جليلينا وفرفحين مسك ابنك. هجموا علينا؟ لا، تحسنت الاوضاع لمصلحتك. عائلة بيت البيز انشقت عن عائلة الشحرور واعلنت مبايعة حكمك. يه شو قلبها؟ قلبت الاوضاع لمصلحتك. أعجوبي أعجوبي، يا رب يا رب دخلك وعدتك قدم لكل فقير رطل طحين، زيد علي نقطة ملح. فرفحين مساكبنا ونعنا مساطبنا. شو رجعوا فطيفار وشو ماروا معه المرحوم؟ لا مولانا، جايب لك خبر راح يزيدك فرح وغطة. عائلة بيت الشحرور وعائلة بيت البيز اختلفوا مع بعضهم واعلنوا فجأة تأييدهم لحكمك. اوعى تقول لي مني أعجوبة. يا رب يا رب رطل طحين ووقت ملح وزيد عليهم ألفية زايد كمان. بس أمر غريب مولانا، كانت عائلة ضدك وعائلة معك صاروا اثنين معك. الله كبير. وتصرف مع أميرك فطيفار وشومار مش قليل. ايه قولتك لقيوا المرحوم؟ لا مولانا، بس حضرتك بلغتنا انه نراقب بيوت الزعماء، فلاحظنا انه فطيفار راح لعند الزعيم حديدان البيز، وبعد ما طلع من عنده اعلن حديدان البيز تأييد الدعم لحكمك. والمأمور شومار راح لعند الزعيم أرسانوس الشحرور، وبعد ما طلع من عنده اعلن ارسانيوس انفصاله عن كل الاتفاقات ومبيعته لحكمك. يا عم يا عمي، شو هالفطيفار وشو مار هودي؟ كل ما حكمتهم بالاعدام بيرجعوا يجبروني احكم لهم بمكافاه. هودي او ازكي يا مولانا، او سياسه هالايام بحاجه لمهرجين. خصصوا لكل واحد منهم 5 كياس مكافأة و100 كيلة تشعير و5 رطال طحين ورصين بطيخ من هدية ويلي الشام إلنا. صبحك بحنجور حب. رجعتوا؟ رجعنا بخرج مليان اخبار. لقينا جثة المرحوم. صحيح؟ لقيناها واقعة من عربية الخال ومدرك بي عمهوار كوع الفشخة، وبعد تدركمها على الوادي نزلت على حفة محفر رمل، قام نزل عليها شلقة من المحفار وانطمت. اندفنوا منه لحاله، خدمة ذاتية لا طائفية. كيف عرفتوا مطرحه؟ نحن وراجعين من عند الزعمة وعم نفتش لقينا خشبة من النعش. اطلعنا بالوادي شفنا المحفار، انبشنا لقينا الهدف. تركوا جدتي مدفوني مطرحها، ما عاد إلى لزوم. كيف؟ بعت نعش خاص للمير. نعش مين؟ نعش في أكتر من جدتي. وكيف بتعملي هالعملة؟ لانتقم لأمك يا فوتيفار، ولكل الأمات، ولانتقم لأولاد عمك يا شمار، ولكل الأولاد بهالبلد. شو دخل أمي بالموضوع؟ أمك تجارة الإزدخانات والطب والأدوية موتتها. أمي ماتت؟ كنت بجولة على الاستخانات برفقة الحكيم الفرنساوي، وعرفت اليوم على بكرة إنه ماتت بعد ما قطعوا الدواء عنها يومين. ماتت أمي؟ بالاستخانة. من لم يمت بالاستخانات بيموت على الطرقات. بتتنوع التجارات وبتختلف الالتزامات يا فوتيفار. وانت شحط ولاد عمك من المدرسة لأنه المدرسة زادت أسعارها، لأنه ولاد اليتيمة ما عاد إلهم أسعار. شحط ولاد عمي؟ أمي ماتت. وشو بعد فيه؟ بعد فيه مستودعات مفتوحة عليها حنفيات الدم، وخزينات عم يشقع فيها الموت السايب سبايك دهب. هيك هيك لعدلك لايق مولانا. أعلنوا عن إقامة الأفراح بالقصر 7 أيام و7 ليالي بمناسبة تأييد كل جهات حكمنا، واستدعوا المغنية رفقة من بر زحلي.
العفو مولانا، بس جد جديد خطير ويمكن يقلب الأوضاع بالبلاد. شو جد؟ وصلت جثة المرحوم دهكة الباز فجأة على القصر. كيف؟ نعم، بيقول العربجي إنه المأمور فوتيفار والمأمور شومان كلفوه توصلها على القصر. معقول يلاقوا الجثة بعد جمعة؟ ومن ثم يا مولانا النعش حملينه خفيف. افتحوه هاتوا لي النتيجة بسرعة. أمرك ينفذ مولانا. يا ربي دخلك عينك مخلص من شغلي من علق بدي. يا ربي دخلك عينك علي. نضر جديد يا رب، الكل فقير ببلادي بقاب، يرحم اجرائي بهالشتوية، ارحمني يا رب يا رب. منطور عليك مولانا، طلع عليك المأمير. ايه فوتيفار و شومار. فوتيفار او شومار مولانا، اخيرا رجعتوا. بحزن ولوعة. ما بعرف اذا لازم هنيكن او لازم هينكن. التهنئة مولاني لازمة لكل انسان راجع بالسلامة بهالايام، او الاهانة لازمة الكل راجع على البلاد ليشلحها سلامتها. خبروني بالتفصيل شو صار بالسياسة البركة. بالاختصار فرق بميت واحد بتقدر تفرق شعب كامل، وبشعب كامل حي تقدر تفرق العالم. صحيح لقيتوا الجثة من جديد؟ عفوا مولانا، عفوا مولانا. شو فيها اي؟ فتحنا النعش حسب ما حضرتك امرت، وبدل ما نلاقي الجثة لقينا هذا النعوة. نعوة مين؟ الشعب الذي ما زال حيا ينعي اليكم بمزيد الاسف واللوعة حياته الباقية المتعلقة بحكمكم. له يا ديوانجي له. الامضاء المأمور فوتيفار والمأمور شومار. وين الجثة؟ بالمحفار. وانتو اللي كاتبين هالنعي؟ انا مولانا اللي امي ماتت مع الامات اللي مش ملاقي حق دوي، وانا اللي ولاد عمي اتشردوا مع الولاد يلي مشردين. نحن مولاني، نحن اللي عايشين ومش عايشين حبينا ننعيلك حياتني. اطلبت جثة زعيم، جبنا لك جسس وجسس تركت الزعامة بهالبلاد. ايه يا مولاني، جثة الناس اللي ماتت بالحرب بالفتين بالسياسة بالخطف بالخراب بالغلا بالسرقة بكفي 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 يا مولاني. تعال نبحث سوا نحن وياك هل بكفي. بكفي يا مولانا بكفي. ايه لو ما تكونوا عملتوا عمل كبير أنقذت حكمي كنت علقتكم. عفوا مولاني، لو كان حكمك بيعلق ما كانش كل ضعف بهالبليد علقان بمصيدة القوي.